مرحباكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وزي ما عودناكم دائما في سبورت سكرين نناقش كل القضايا الرياضية بشفافية ونفتح الباب أمام الجميع، اتحاد كورة، اتحادات محلية، اتحادات ولاية، حتى الاتحادات الفرعية. ناقشنا قضاياها وناقشنا مشاكل أندية الممتاز، أندية التأهيلي، أندية الدرجات في الخرطوم، في الولايات، كل المناشط وأبرزها قضية اتحاد ألعاب القوى. الجميع كان حاضر هنا، وذلك من أجل الفائدة العامة بكل حرية، بكل شفافية، بكل ديمقراطية، إيمانا منا بأن الوسط الرياضي لا يزال وسط معافى حتى الآن، والناس قادرة تناقش قضاياها مهما كان الصوت عالي ومهما كان النفس ساخن، لكن في النهاية كلنا أسرة رياضية مع بعضنا البعض. الجمعية العمومية صاحبة القرار بكل تأكيد في كل ما يتعلق بكرة القدم، وأعضاء الجمعية العمومية في نادي المريخ البعض طلب منهم بكل تأكيد أن يكون موجود ويكون عنده صوت ويكون عنده حضور فيما يتعلق بالراهن المريخي الحالي. سعيد جدا أن يكون معي أعضاء الجمعية العمومية بنادي المريخ عدنان محمد عبد الرحمن. عدنان مرحبا بك وسعيد بوجودك معنا في قناة البلد. أهلا ومرحبا بك الأخ العزيز الأستاذ محمد خير، ومرحبا بمتابعين انك في قناة البلد. الشكر والتقدير لكم في قناة البلد. دعيني في البداية يعني نبارك لكل جمهور المريخ ولكل حماة الديمقراطية في المريخ ولشعب المريخ العظيم وللسيد رئيس نادي المريخ ومجلس إدارة نادي المريخ على الانتصار الكبير، انتصار الديمقراطية، ونقول عادة الحق إلى أحلى الحق، وألف مبروك وإن شاء الله سيسود الديمقراطية في المريخ وفي كل الأندية السودانية إن شاء الله. سعيد ايضا بوجود عضو الجمعيه العموميه لنادي المريخ الاستاذ ناجي حسن. ناجي مرحبا بك. مرحبا بك اخونا محمد خير، ومرحبا بقناه البلد، ومن هنا نهني كل جماهير المريخ داخل السودان وخارج السودان بالانتصار التاريخي لديمقراطيه المريخ، ونهني مجلس اداره نادي المريخ ونشكرهم على الجهد الكبير اللي قاموا به في القضيه، ويا ريت نتمنى انه من كل الاتحادات الولائيه او المحليه كل من تظلم عليه بإرساء دعائم القانون وإظهار الحق من أجل تطوير الرياضة في بلدنا إن شاء الله. طيب بعدنان، يعني بصفتك عضو جمعية عمومية، يعني نتحدث بداية الجميع تحدث عن أنه ما بين الجمعية العمومية التي انتخبت أدب سوداكال وما بين الجمعية العمومية التي كانت موجودة في المورد، البعض وصف الجمعية العمومية التي كانت في صدى المريخ أنها هي عضوية مستجلبة وشخصيات غير مريخية جلبها أدب سوداكال من أجل التصويت له، كيف ترد على هذا الأمر؟ أنت كنت واحد من المصوتين وواحد من الشخصيات المريخية المعروفة من قبل، حتى يعني من فترة طويلة من كبار المشجعين. والله شكرا لك، يعني وانت خير شاهد ودليل، يعني احنا كنا نطل معاك قبل العصير لسنين طويلة. صحيح. كمشجعين وكجماهير لنادي المريخ، هنالك مجموعات معينة يعني في المريخ وأشخاص معينة ظلت طوال السنين الماضية في نادي المريخ تعشق لجان التسيير وتعشق العمل الغير منظم في نادي المريخ. والحديث أن عندنا جمعية المريخ الذي أقيم في استاد المريخ في مؤخرا وانتخب السيد عادم سوداكال رئيس لنادي المريخ انها جمعيه مستجلبه وكده، هذا الحديث غير صحيح. هذا جمعيه عموميه معروفين، الناس لهم عضويه ولهم سجل في نادي المريخ، اجراءاتنا اتعملت بصوره صحيحه وبصوره قانونيه وفق النظام الاساسي لنادي المريخ 2019 المعدل في 31/7/2021، وجينا في جمعيه في ذاك الجمعيه انتخبنا لجان العدليه، وبموجبه في 4 سبتمبر تم انتخاب مجلس إدارة مريخ برئاسة السيد آدم سوداكال والإخوة آخرون، وليس هنالك يعني استجلاب أو أي عملية بتاعت إنه تشكيك في إجراءات هذه الجمعية. هذه الكلام غير صحيح بتاتا. أداء جمعية الأمومية لنادي المريخ معروفين، ونحن كلنا من رخاب، لا يستطيع أحد يعني أن يتطاول علينا بأننا مستجلبين. هذا الحديث غير صحيح، جمعية عمومية صحيحة، ناس معروفين، ومن يقولون ذلك الأيام بيننا يعني، وممكن نعقد أقرب جمعية عمومية آخر في خلال الأيام الجاية ليتأكدوا، وهم كان من الأجدر إنه يقودوا هذه الحراك وهذه التغيير من داخل جمعيتنا حتى يتأكدوا، لكن هم من يعني لأنهم ما واثقين ولأنهم أصلا لا يريدون العمل المنظم في نادي المريخ، لذلك اتبعوا الطرق الملتوية والطرق الخير شرعية وذهبوا خارج إطار نادي المريخ. نعم. وكان دي ممكن يكون سابقة، يعني ممكن يكون سابقة لأي مجموعة أو لأي زول ممكن يمشي يعمل له جمعية في أي مكان وينسب نفسه رئيس لنادي المريخ. نعم. طيب ناجي، رأيك شنو في القرارات الأخيرة التي أصدرتها محكمة كاس والتي يعني عادت سوداكال من جديد لرأس؟
والله طبعا القرارات دي قرارات كاس دي طبعا قرارات ملزمه، وهي قرارات يعني بالنسبه لنا نحن يعني كانت متوقعه، لانه نحن كاعضاء جمعيه عموميه انتجنا عمليه ديمقراطيه في الاستاد، عمليه صحيحه جدا جدا، بنينا فيها على النظام الاساسي اللي نادي المريخ المعدل في 31 يوليو 21. كانت يعني الجمعيه بكل جانا، وكانت حتى العضويه ذاتها بتاعت الجمعيه كانت كلها مستوفيه شروطها كامله، وحتى مسدد اشتراكاتها نفس الاعضاء اللي وصلوا للانتخابات هم نفس الاعضاء، هم الاجازوا العدل النظام اللي هو يوم 31 هم نفس الاعضاء. فبالتالي القرارات نحن كنا كانت بالنسبه لنا بتاعت كاس دي يعني متاكدين تماما انها هي في صالحنا. نعم. نسبه لصحه الاجراءات الدارت في استاد المريخ من خلال الجمعيات. فبالتالي عندنا يعني الناس لو رجعت لنقطه بسيطه جدا جدا في قرارات كاس، بتجد ان كاس انها استندت على النظام الاساسي المعدل يوم 31 يوليو 2021. حتى في حكمها ذاته استندت على الكلام ده، والكلام ده مكتوب في الفقرات بتاعت الحكم. فاذا محكمه التحكيم الدوليه استندت في قراراتها على النظام الاساسي المعدل في الاستاد بواسطه السيد رئيس النادي ادم عبد الله ادم سوداكال، يبقى من النظام الاساسي اللي هو تعدل فيه وينتخب فيه اللجان العدليه كامله بما فيها لجنه الانتخابات ولجنه الاستئنافات ولجنه الحوكمه، لجان انتخبت في نفس اليوم. نعم. وهو نفس النظام اللي اعتمدته الاتحاد الدولي، وهو نفس النظام الوضع امام المحكم في كاس. نعم. واخذت به الاجراءات وحكمت به. فبالتالي ده كلام واضح وصريح انه اي اجراء تم في استاد المريخ هو اجراء صحيح، هو اجراء صحيح، ونحن متاكدين من الكلام ده. فالمساله هي كانت مساله بتاعت وقت بس، انه الاحتراف من قبل الاتحاد، يعني ما الاحتراف من قبل كاس، لانه اصلا ما في قضيه انه مجلس المريخ مش هيشتكى لكاس عشان يحترفوا بهم. نعم. ما في قضيه اصلا في الحته دي، القضيه كانت في بعض النقاط فيها خلل قانوني كويس، كان ضد مجلس اداره نادي المريخ اللي بغير ادم وطعن فيه وكسبت 3 قضايا. فبالتالي على الاتحاد السوداني الانصياع لقرارات كاس. طيب يعني هذه النقطه لا نتبالى عدنان، يعني برايكم شنو في موقف كاعضاء جمعيه عموميه لنادي المريخ في موقف الاتحاد السوداني لكره القدم حتى الان؟ والله صراحه طبعا هو الاتحاد السوداني لكره القدم يعني للاسف ظل هو الخاصم المشترك في كل مشاكل المريخ طوال السنين. نعم. الفاتت، وافتكر انه في اعضاء في الاتحاد السوداني هم يحسبوا لنادي المريخ، يعني كمثال اسامه عطا المنان ومحمد سليمان حلفة و باش مهندس نصر الدين هميتي ومجموعه من الشخصيات اللي هم كانوا في الاتحاد السابق، هم سبب اللزمه الحقيقيه ايضا اللي هو عامر عبد الرحمن، هم سبب اللزمه الحقيقيه في نادي المريخ، وظلوا هم يعني يتعاملون بطريقه تقدر تقول طريقه ما دخريه وما شرعيه، وبطريقه بتاعت انحياز واضح، لانه هم نشل المجموعه اللي هناك يعني مجموعتهم يعني. نعم. والدليل انه تصريحات اسامه مجرد مع صدور القرار، نحن القرار طلع قبل الصلاة، خشينا الصلاة وجينا طالعين لقينا أسامة مصرح في صفحته إنه الكاس لم تحترف بعدم سوداكال ونحن سنكوي لجنة التطبيع. وده حديث طبعا للأسف يعني فيه نوع من الجهل القانوني. نعم. لأنه النظام الأساسي لنادي المريخ يعني واضح جدا، وأنا أفتكر إنه الناس دي اللي هم يعني سيظلوا يعني يساروا في إنه يثبتوا المجموعة الأخرى وإنهم ما بينفذوا القانون، لكن في النهاية الحاجه دي ان احنا نحمد لمجلس ادارتنا بقياده الاخ ادم عبد الله ادم والدكتور مدثر غيري، يعني له التحيه والتقدير والاحترام، بالتاكيد هم قادرين، ونحن كاعضاء جمعيه عموميه ظللنا طوال الفتره اللي فاتت يعني قريبين جدا ولصيقين مع مجلس الاداره ومتابعين لكل الحيثيات والقرارات. ف احنا كاعضاء جمعيه عموميه وجماهير نادي المريخ وداعمين لهذا الحراك الديمقراطي لدينا راي، وهنالك ايضا راي اخر لمجلس اداره نادي المريخ. نعم. في النهايه نحن نلتزم براي وبقرار مجلس اداره نادي المريخ، ولكن اذا اضطرينا اننا ننفذ قرارات محكمه كاس بالطرق الاخرى برضه نحن قادرين يعني، لكن نتمنى انه الاتحاد السوداني لكره القدم يعني ما يخلينا نحن نرجع للغيار الثاني. فنحن
نرجو من اخواننا في اتحاد السودان لكرة القدم انه يتريسوا ويحترموا القوانين. ونفس القرار ونفس المحكمة هي اللي جابت أسامة وجاب معتصم جعفر لقيادة الاتحاد هو نفس المحكمة الذي حكم لمجلس إدارة نادي المريخ بقيادة عدم سوداكال، وبالتالي لا مجال لأي التواء وأي لف في مسائل القانونية. نعم، لما نتكلم عن خيارات كده بنتكلم عن خيارات رياضية، يعني ما نتكلم عن أي عشان الناس بس ما تمشي لبعيد. أيوة أكيد طبعا. ناجي يعني مجلس الإدارة بقيادة سوداكال اجتمع مباشرة وأصدر جملة من القرارات، يعني كيف تنظرون لهذه القرارات وهل هي بداية مرضية لكم كمشجعين وكجماهير وكأعضاء جمعية عمومية نادي المريخ؟ طيب انا حرد على النقطه دي، لكن عندي زياده شويه كده على كلام اخونا عدلان. نعم، في الموقف بتاع اللجنه الثلاثيه اللي هي انا بعتبرها انها هي سبب المشكله الاساسيه في المريخ. نعم، فمنذ عام 2019 ان اجازه النظام الاساسي الاول اللجنه الثلاثيه دي هي ما كانت معينه لجنه ثلاثيه، لكن كانت الاشخاص نفس الاشخاص المعينين في اللجنه الثلاثيه اللي هو عمر عامر ومحمد جلال وعلى ما افتكر معاون حلفه منذ عام 2019 بدايه اجازه النظام الاساسي. فشرعوا في انه يتدخلوا في الشان الداخلي للمريخ بطريقه سافره جدا. كويس؟ فحتى مجلس المريخ كان منتخب في 2017 هون يتدخلوا في انه يعملوا انشقاق في المجلس وحبوا انه ينفذوا قرارات الوزير اللي يسع بتعيين لجنه تسير. كويس؟ ولما فشلوا في الحته دي اخونا عامر ده ومعه محمد جلال وكانوا في الاتحاد وهم ممثل اللجنه الثلاثيه شرعوا في انه يثبتوا يجيبوا محمد الشيخ بطريقه وفاقيه. نعم كويس، برضه حاولوا انه يتدخلوا في الديمقراطيه في المريخ باي طريقه من الطرق. لما انفشلوا في الكلام ده كله وتغير المجلس كويس وجات اعتماد النظام الاساسي 2019 وعملنا ودى الاتحاد السوداني ادانا شهاده بتاعت اعتماد للنظام الاساسي 2019 اصروا ويكابروا بانه لسه النظام ده عندهم ما مجاز في انه فيه شهاده بتاعت اعتماد لمجلس الاداره. ما ده كله نادي خلاص، يعني محكمه كاس يعني لغت قرارات. انا ما دار اوصل دار اوصل انه نعم. في ناس محددين بيحاولوا انه يسوقوا الراي العام لاتجاهات ثانيه. نعم، في حين انه يعني ما بدهم الراي يعني القانوني الواضح. حتى الراي العام بعد قرارات كاس اعتقد انه الامور اصبحت واضحه يعني. للاسف الشديد الى الان بعد قرارات كاس في ناس برضه بيسوقوا الراي العام لاتجاه ثاني. نعم، وبيغبشوا في الحقائق مما يؤدي هذا الوضع لجنه لتغيير مفاهيم كثير من جماهير المريخ، ممكن يؤدي لكارثه في, 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 في المريخ بسبب تغيير المفاهيم ويكون نعم. اسباب بعض الاعلام او بعض الناس المدعين انا بقول مدعين القانون في المريخ وفي الاتحاد السوداني زي ما سأل محمد حلفه. نعم، واذا اصلا القانون مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للجميع مكامل الاحترام لهم زي اصلا مع حلفه ده، اذا اصلا الاتحاد السوداني بيفسر القانون وعندنا زي شخصيات محمد حلفه ده بيعتمد عليهم السودان في تفسير القانون كويس، انا بفتكر انه السودان حيعاني معاناه شديده في تقدم الكوره وفي تقدم الرياضه. طيب الموقف المطلوب من وجهه نظركم الان كجمعيه عموميه من الاتحاد السوداني لكره القدم؟ احنا كاعضاء جمعيه عموميه راينا واضح انه الاتحاد السوداني يعترف بمجلس عدم سوداكال لانه مجلس شرعي، ونحن كاعضاء جمعيه عموميه اصلا احنا محترفين به وجبناه كمجلس عبر لجنه انتخابات وعبر لجان منتخبه ومتسلسله. الاتحاد السوداني ينفذ قرارات كاس وينصاع وانه يدي السيستم لمجلس الاداره بالنسبه للاتحاد السوداني كويس عشان يكون في استقرار في نادي المريخ وما يكون في تشرذم ويكون في شتات بالنسبه لجمهور المريخ وبالنسبه لفريق الكوره وبالنسبه لمنشآته وحاجاته دي، والمركز القانوني بتاع النادي يباشر عمله. نعم، في 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 انه يحاول يسك القضايا المتعلقه بالمريخ، والمريخ اصلا يعني محتاج لها في الوقت الراهن يعني. صحيح، قضايا كثيره جدا. نعم، تتعلق باللعيبه في مشاكل أكيد في أكيد. في نعم، عقودات اللعيبه ومشاكل في عقودات شركات ومشاكل في عقودات حاجات كثيره جدا. نحن كاعضاء جمعيه عموميه بنطالب مجلس المريخ الان هسه حقنا نحن انه ما يتنازل من الحاجات دي، والمركز القانوني يتفعل طوالي مباشره حتى لو الاتحاد يعترف بالكلام ده او ما يعترف به. كاعضاء جمعيه عموميه اي خروقات قانونيه مارسها مجلس حازم او مارسها الاتحاد في حق المريخ نطالب مجلس اداره نادي المريخ انه يشرع في تنفيذ الان من الان ولقدام. نعم، والاتحاد السوداني لو ما نفذ القرارات بتاعت كازي نحن حنطالب مجلس المريخ انه يدعم في قرار ثالث طلع من قرارات كازي اللي هو باعتبار اعتماد الجاكوم في الانتخابات، حنطالب مجلس الاداره بانه يدعم
في انتخاب مجلس الإدارة ذاته بتاع الاتحاد السوداني، وعندنا قرار واضح بينصفه. إذا الاتحاد ما نصع للكلام ده، وإذا مجلس المريخ ملزم إنه ينصع لجمعية العمومية والأعضاء جابوا. القرار واضح بتاع الاتحاد إنه انتخابات الاتحاد دي ما صحيحة، لأنه فيها محمد سيد أحمد شارك فيها. وإذا الاتحاد ما نفذ، نحن طالب مجلس السودان قال إنه طوال يدعم في القرار ده ويرجب حقه ويعيد الانتخابات الاتحاد السوداني دي من جديد. أشكرك جزيل الشكر ناجي حسن عضو الجمعية العمومية، وشكرا جزيلا لك أيضا عدنان محمد عضو الجمعية العمومية بنادي المريخ، شرفتونا ونورتونا في قناة البلد، والشكر جزيلا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الأسبوع المقبل لنا معكم حلقة جديدة في سبورت سكرين، في أمان الله.